السلام عليكم. في سؤال بيسأل لو أنا واخد سيكشن عايز في أجزاء معينة بتظهر وأنا مش عايزها تظهر معايا. طيب دلوقتي لو أنا خدت سيكشن بالشكل دوت، طيب أول حاجة السيكشن مظهرش معايا، مظهرش معايا ليه؟ خلينا ندخل في الفي في في الأنوتيشن نتأكد إن السيكشن متعلم عليه، مش متعلم عليه خلاص نعلم عليه السيكشن أهو ظهر. طيب خلي بالنا إن ده الحدود بتاعتي اللي هتظهر، يعني لو أنا عايز الجزء اللي ورا ده ما يظهرش اقدر اتحكم كده، اقدر اقول له انا عايز بس الجزء ده اللي يظهر من السكشن، اقول له جو تو فيو، تمام الجزء ده بس اللي ظهر. طيب لو رجعت تاني اقدر اجي هنا واتحكم. طب لو انا جوه السكشن وعايز اتحكم في ايه اللي يظهر وايه اللي ما يظهرش، وانا في السكشن اقدر اجي هنا الاقي هنا فار كليب اوفسيت اقدر اتحكم فيه، اقول له مثلا 1000 واروح داس انتر او ادوس بره يبدا الجزء ده يتحرك معايا. طيب من ضمن برضو الحاجات اللي ممكن اتحكم فيها ان انا اجي هنا اتاكد ان هو مش وار فريم، لو وار فريم بشوف الحاجه واشوف الحاجه اللي وراها، انما لما تكون هي معموله شديد وبالذات في المعماري الحيطه بتخفي الحيطان اللي وراها والابواب اللي وراها، الحيطه بتبقى ما بشوفش الوار، الوار فريم بشوف حدود الحيطه انما الحيطه بتبقى شفافه اشوف اللي وراها.